أهلاً ومرحباً بكم على لقاء جديد من علوم الدار، وقدمها لكم أنا دعاء الحمادي. وفي نشرتنا لليوم، رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد. محمد بن راشد يؤكد من اليوم سيبدأ العمل على راشد 2 مستكشف جديد لمحاولة جديدة للوصول إلى القمر. بعث صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة ذكرى يوم الاتحاد لبلادها. كما بعث صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة سامية حسن. أكد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أنه من اليوم سيبدأ العمل على راشد 2 مستكشف جديد لمحاولة جديدة للوصول إلى القمر. وقال سموه على حسابه الرسمي في تويتر: لم تنجح مهمة المركبة التي تحمل المستكشف راشد بالهبوط على سطح القمر، ولكن نجحنا في رفع سقف طموحاتنا للوصول للقمر، ونجحنا في صنع فريق من شبابنا وبناتنا قادرين على إدارة مشاريع فضاء متقدمة، ونجحنا في بناء قطاع فضائي من الصفر خلال 10 سنوات. اليوم المستكشف راشد 1 على سطح القمر يحمل علم الإمارات ليشكل أكبر دليل على شجاعتنا وتفكيرنا خارج الصندوق ومحاولتنا الوصول للقمر. من اليوم سيبدأ العمل على راشد 2 مستكشف جديد لمحاولة جديدة للوصول للقمر. نحن دولة تأسست على الطموح، نحن دولة لم تتوقف منذ 2 ديسمبر ل71 و900 و1000، ولن تتوقف ولن تلتفت ولن تضع أهدافا صغيرة لنفسها. القادم أجمل وأعظم وأكثر جرأة بإذن الله. وجه صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم بتعيين 297 مواطنا على كادر هيئة الشارقة للدفاع المدني. تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني، تنظم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قمة إدارة الطوارئ والأزمات أبو ظبي 2023، وذلك يومي 9 و10 من مايو المقبل في أبو ظبي. كرم فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرق البحث والإنقاذ الإماراتية خلال حفل توزيع وسام الدولة للتضحية العظمى على فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية في الجمهورية التركية، وذلك تقديرا لدورهم وتضحياتهم على إثر زلزال 6 فبراير في كهرمان مرعش وهاتاي. أمس كان تكريم من قبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، قام بتكريم جميع الفرق التي شاركت في البحث والإنقاذ، والتي شاركت سواء بالمستشفيات الميدانية أو الفرق الطبية. هذا التكريم يدل على العمل المثمر الذي قام به أو التي قامت به فرق الإنقاذ والذي قام به المستشفى الميداني في منطقة الصلاحية، استجابة لتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالمهمة التي قمنا بها، مهمة الفارس الشهم 2، والتي قمنا من خلالها بتقديم المستشفى الميداني، والتي قامت من خلالها فرق البحث والإنقاذ
بالمشاركة في هذه المهمة وهذا الكارثة التي حلت بجمهورية تركيا. عملية الفارس الشهم كما تعلمون عملية مستمرة ومتكاملة، ليست فقط مستشفى ميدانية، هي عبارة عن مساعدات، عبارة عن تقديم يد العون، عبارة عن تقديم أطنان من المساعدات العينية والمساعدات اللوجستية، كذلك هي عبارة عن بذل الكثير من الأمور اللوجستية والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية. وصل إلى الجمهورية التركية فريق طبي بحريني يجمع أطباء وممرضين للمشاركة في عملية الفارس الشهم 2 ضمن الفريق الطبي في المستشفى الإماراتي الميداني الموجود في إصلاحية بولاية غازي عنتاب. سهيل الزبيدي كان هناك وأعد لنا هذا التقرير. يستقبل المستشفى الميداني الإماراتي أرقاما كبيرة من المراجعين على مدار الساعة، وكان قد وصل فريق طبي بحريني للجمهورية التركية وتحديدا لإصلاحية للمشاركة ضمن عملية الفارس الشهم 2 في المستشفى الميداني الإماراتي. إن المستشفى الميداني يعمل على مدار 24 ساعة، وإن وجود الأشقاء البحرينيين في المستشفى الميداني من أطباء وممرضين مع الكادر الإماراتي يرفع من قدرات المستشفى وبيئة مناسبة لتبادل الخبرات. وكما نعلم دائما أن دولة الإمارات ومملكة البحرين يلتقون في الخير وعلى الخير دائما. الفريق الطبي البحريني لا يشعر بالغربة، فإن غادروا وطنهم إلا أنهم هنا بين أشقائهم الإماراتيين. أضافت لنا هذه المشاركة روح التعاون كفريق واحد من متضامنين ومتكاتفين يدا بيد في نجدة ومساعدة أخواننا في هذا الحدث المؤسف، حيث أتاحت لنا الخبرة وتبادل الخبرة بين الجميع داخل المستشفى الميداني. وقد أثمرت هذه الجهود المبذولة بنجاح هائل للجميع، وساهمت في إسعاف وعلاج أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين. تتنوع حالاتهم بين بسيطة وحرجة، ونستطيع القول أن هذه المشاركة دليل على تحقيق التعاضد والتكامل بين مملكة البحرين ودولة الإمارات الشقيقة في مواجهة الأزمات والكوارث بشكل سريع وفعال. لا تقتصر الرعاية الطبية اليوم على من تأثروا من الزلزال فحسب، بل يحظى بهذه الرعاية كل من يحتاجها مهما كانت الأسباب. الإمارات والبحرين كما نقول في الخليج دائما عينين في رأس، دائما اعتدنا أن نكون مع بعض، اعتدنا أن نكون في خندق واحد، دائما نكون في صالح البشرية، في مساعدة الإنسان أينما كان، فما بالك حينما نقف إلى الجانب التركي. يربط ويجمع كل المرضى والمراجعين شعور بالرضا والسعادة بسبب جودة الخدمات المقدمة إليهم. وصول طاقم طبي بحريني إلى الجمهورية التركية للمشاركة ضمن عملية الفارس الشهم 2 يزيد من قدرات استيعاب المرضى، كما يؤكد على الأخوة الإماراتية البحرينية. سهيل الزبيدي، المستشفى الميداني إصلاحية الجمهورية التركية. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. شرطة الشارقة تطيح بعصابة لترويج المخدرات في عمليتين نوعيتين. حمل التطبيق الآن وكن باعثا للأمل. Abu Dhabi has now been branded as the capital of capital. There really are few places in the world where the concentration of sovereign wealth funds and smart investors. Any company that's looking to grow and expand, really look at the Hub 71 accelerator program, the ADGM ecosystem. We couldn't have found a better home. Larger asset management firms, but also private banks or just general financial institutions have established themselves in ADGM. Helping us as a partner to introduce us to the industry, create new schemes together, and really drive that innovation between fintech and the banks, especially here in the region. The quality of the people, from the leadership to the executives to the administrators and the talent that they bring in, I haven't seen anywhere in the world like it. Talking about the following
Balkan economy. It's the right place between West and East. Everything is there for you to succeed here. الآن وكن باعثا للأمل. أهلا بكم من جديد. نفذت إدارة مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة عمليتين أمنيتين نوعيتين بالتعاون مع أجهزة الشرطة في الدولة، تمكنت خلالها من الإطاحة بعصابة من جنسية عربية وأسيوية مكونة من 24 متهما بحوزتهم 120 كيلوغرام من الحشيش وثلاثة ملايين حبة كبتاجون المخدرة بقيمة سوقية تزيد على 23 مليون درهم، لتصنف كأحدى أهم عمليات الضبط على مستوى الإمارة. القضية تلخصت في توفر معلومات لدى أجهزة مكافحة المخدرات بوجود عدد من الأشخاص من الجنسية الآسيوية بحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة يخططون لترويجها بين مجموعة من الأشخاص بالتعاون مع آخر موجود خارج الدولة، فيما تم رصد مجموعة أخرى لتشكيل عصابي ينشط في حيازة مخدر الحشيش وترويجه، حيث تم التنسيق وتوزيع الجهد الأمني بما يحقق ضبط العصابتين في زمن قياسي. ويأتي نجاح هاتين العمليتين نتاج ثمار التعاون المستمر بين أجهزة مكافحة المخدرات في الدولة وجاهزيتها للتعامل مع كافة قضايا المخدرات وإمكان كشفها لها في وقت قياسي، لما يمتلكه أفرادها المدربون من مهارات عالية. أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 30 من يونيو المقبل هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2023 البالغة 1% من الوظائف المهارية لدى منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر. ومن المقرر أن يتم في يوليو المقبل متابعة التزام المنشآت تحقيق نسبة النمو نصف السنوية المستهدفة وفرض المساهمات المالية على المنشآت غير المستوفية هذه النسبة، وكذلك المساهمات المالية المتبقية عن عام 2022 على المنشآت غير الملتزمة. يأتي ذلك تنفيذا لقرار تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن آلية تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين، والذي ينص على تحقيق معدل نمو في التوطين قدره 1% من الوظائف المهارية قبل نهاية يونيو، على أن تصل النسبة المستهدفة من النمو 2% قبل نهاية العام. أكثر من 10 مليارات درهم برامج الهلال الأحمر ومشاريعه داخل الدولة وخارجها خلال 15 عاما. نقترب أكثر من التفاصيل مع شمس المرزوقي. برامج إنسانية وعمليات إغاثية ومشاريع تنموية وبرامج إعادة الإعمار وكفالات الأيتام، كلها برامج نفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي داخل الدولة وخارجها خلال 15 عاما الماضية، بلغت قيمتها 10,888,940,285 درهما. استفاد منها 228,835,834 شخصا في الإمارات وفي 128 دولة حول العالم. وشهدت تحركات الهيئة الميدانية على ساحاتها المحلية خلال السنوات الماضية نشاطا مكثفا، وبلغت قيمة البرامج والأنشطة والمشاريع المحلية في عدد من المجالات الحيوية 1,451,371,717 درهما. استفاد منها 2,409,741 شخصا.
فيما بلغت المساعدات خارج الدولة 7,064,991,394 درهما، استفاد منها 214,445,069 مستفيدا. كما شهدت برامج هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال السنوات الماضية توسعا رأسيا وأفقيا، وانتقلت إلى مراحل متقدمة من استدامة العطاء والتمكين الاجتماعي والعمل التنموي الشامل، وأصبحت الهيئة أكثر كفاءة وحيوية في محيطها الإنساني، وأوسع انتشارا وأسرع تواجدا في مناطق الأزمات والكوارث والنزاعات، فقد تنوعت مبادراتها وبرامجها وتضمنت المساعدات الإنسانية التي بلغت قيمتها 400,858,717 درهما، استفاد منها 512,816 شخصا، كلها إسهامات خيرية لإعلاء القيم النبيلة التي تأسست عليها الدولة من تعاضد وتكافل واهتمام بمد يد العون للآخرين. افتتحت الدورة 35 من المعرض العالمي للتعليم والتدريب جيتكس، المعرض التعليمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، بحضور شخصيات بارزة ورؤساء العديد من الجامعات والمدارس. المزيد في التقرير التالي. يعقد المعرض العالمي للتعليم والتدريب جيتكس في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة ما بين 26 و28 من أبريل الجاري، ومن المتوقع أن يستقطب أعدادا كبيرة من الزوار لما يتيحه من فرص تعليمية واسعة تقدمها المؤسسات التعليمية البارزة المشاركة والتي يصل عددها إلى 150 جامعة. جيتكس 2023 عاد بعد سنتين من التوقف جراء تفشي جائحة كوفيد-19. لدينا 126 عارضاً من 26 دولة يقدمون أكثر من 1500 برنامجاً، ونتوقع أكثر من 25,000 زائر للفعالية التي تعرف الطلاب البرامج الأكاديمية المتعددة في الإجازات والدراسات العليا. ويفتح المعرض أبوابه أمام الطلاب إلى جانب العائلات وخبراء القطاع للتواصل مع الجهات الأكاديمية المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة، والاطلاع على خيارات البرامج الدراسية والمزايا التعليمية المتنوعة التي تتيحها والمقارنة بينها. مشاركتنا في معرض التعليم في دبي هدفه استقطاب الطلاب والتوعية بأهمية التخصصات الموجودة في سوق العمل وأهميتها لسوق العمل، ومن الآن إلى 15 سنة قادمة. كما سيتمكن الزوار من المشاركة في العديد من الفعاليات الجديدة، ومن بينها إطلاق تحالف ومؤتمر القطاع الأكاديمي وورش العمل التقنية ومسابقة الابتكار إنوفاثون، وأكثر من 30 ندوة حول مواضيع مختلفة يمكن حضورها بالمجان. تمكن المعرض العالمي للتعليم والتدريب جيتكس من ترسيخ مكانته كفعالية رائدة على المستوى المحلي والإقليمي، أتاحت آفاقا واسعة للطلاب والمؤسسات على حد سواء. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، ناصر الرميثي، دبي. مشاهدينا، علوم الدار في كل دار متواصلة، وفيها بعد الفاصل في علوم العالم. تجدد الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، والمبعوث الأممي يشير إلى عدم استعداد الطرفين للتفاوض. حمل التطبيق الآن وكن باعثا للأمل. جهاز تبرع ذكي جديد ليكون العطاء سهلاً بين أيديكم. اختر الحملة التي ترغب بالتبرع لها والمبلغ المحدد لتبادر بتقديم الخير بسرعة فائقة، وأكمل الدفع بمجرد مسح البطاقة البنكية. يتوفر الجهاز في جميع أنحاء الدولة. هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، نوفر لكم دوماً الحلول الذكية للتبرع. الإنسان أولاً. تنظم المجموعة العلمية المتقدمة المختبر، وضمن مهرجان ختامي الوثبة مزاد الهجن العربية، سلالة ضاري، جبار ولد الحقة، منذر، ناصي، مشغل وغيرها الكثير من السلالات النادرة.
وسيشهد المزاد كذلك دخول زمول المختبر. ظبيان الأب ما يخاف، ملازم من الأب شاهين العشوش، مياس ولد الشامخة من الأب مياس الشيبة، مرضي من الأب شاهين الكليلي، وجبار ولد الناوية من الأب جبار المختبر، والكثير كذلك من الزمول المنتجة. لمحبي امتلاك الهجن العربية، انتظرونا يومي 26 و 27 من أبريل الجاري الساعة 5 المساء في عاصمة الميادين الوثبة منصة المزادات. حمل التطبيق الآن وكن باعثاً للأمل. أهلا بكم من جديد، ومن علوم الدار إلى علوم العالم وأهم الأخبار العالمية. في ملف الأزمة السودانية، تجدد القتال في أنحاء مختلفة من السودان في وقت متأخر مساء أمس، بالرغم من إعلان الجيش وقوات الدعم السريع وقف إطلاق النار، وذلك في الوقت الذي قال فيه مبعوثون من الأمم المتحدة أن الهدنة صامدة في بعض الأماكن، إلا أنه لا توجد مؤشرات على استعداد أي من الجانبين للتفاوض بجدية. وأفادت مصادر مختلفة بسماع صوت إطلاق النار والانفجارات منذ مساء أمس في مدينة أمدرمان، حيث استخدم الجيش الطائرات المسيرة لاستهداف مواقع قوات الدعم السريع. وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن فريق الأمن القومي التابع للرئيس الأمريكي جو بايدن مستمر في الحديث مع القادة العسكريين في السودان للعمل من أجل إنهاء القتال وتقديم الدعم الإنساني. هذا وندد رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس بتجاهل قوانين الحرب وقواعدها في الصراع الدائر في السودان والذي شهد استهداف مدنيين ومستشفيات، قائلا أنه لا يوجد ما يشير إلى استعداد القوتين العسكريتين المتناحرتين في البلاد للتفاوض مع بعضهما مع استمرار القتال على الرغم من هدنة الثلاثة أيام التي بدأت ليلة الاثنين الثلاثاء. وشدد المسؤول الأممي على أن المعارك سببت كارثة إنسانية يدفع المدنيون ثمنها، وأنه ما من مؤشر على أن أي من الطرفين مستعد للتفاوض حقا. في شأن إجلاء الرعايا الأجانب والبعثات الدبلوماسية من السودان، أعلنت المملكة العربية السعودية إجلاءها 13 سعوديا و1674 شخصا من رعايا 56 دولة إلى مدينة جدة على البحر الأحمر من السودان. وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس اليوم أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء يصل نحو 2148 شخصا، منهم 114 مواطنا سعوديا و2034 شخصا ينتمون ل 62 جنسية، وذلك من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة. في ملف الأزمة الأوكرانية، لقي شخصان حتفهما وأصيب عشرة آخرون على إثر هجوم صاروخي روسي شرقي أوكرانيا، مما دفع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى اتهام روسيا باستخدام وسائل بربرية مفرطة في الحرب التي شنتها موسكو قبل 14 شهرا. على الجانب الآخر، تحدثت روسيا عن هجمات إرهابية شنتها أوكرانيا ضد الأسطول الروسي في البحر الأسود، وهددت إنهاء اتفاق الحبوب الروسي الأوكراني، في حين طالبت أوكرانيا اليوم بعقوبات جديدة أكثر صرامة ضد قطاع الطاقة والمعادن النفيسة في روسيا. في سياق متصل، اعترضت مقاتلات ألمانية وبريطانية ثلاث طائرات استطلاعات روسية في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق بحسب ما ذكرت القوات الجوية الألمانية اليوم. وتم اعتراض الطائرات الروسية الثلاث من قبل مقاتلات يورو فايتر الألمانية والبريطانية المنضوية تحت مظلة الناتو، حيث لا تملك دول الحلف استونيا ولاتفيا وليتوانيا طائرات مقاتلات خاصة. لذلك يؤمن الحلف العسكري المجال الجوي لبحر البلطيق في شمال شرق أوروبا منذ عام 2004.
أغلقت السلطات التايوانية مدرجا في مطار تايوان تاويوان الدولي الرئيس في البلاد لعدة ساعات اليوم بسبب الاشتباه بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة طيران الصين قادمة من بكين. وتلقى مكتب شرطة الطيران التايواني تقريرا يشتبه بوجود متفجرات على متن رحلة طيران 185 تابعة لشركة طيران الصين قادمة من بكين بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وأوقفت الطائرة في موقف بعيد لانتظار الطائرات بينما أرسلت الشرطة سيارتين لفحص التهديد بالأشعة الصينية حيث تم التأكد من عدم وجود متفجرات على متن الطائرة. علوم الدار لهذا المساء وصلت إلى نهايتها، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد. محمد بن راشد يؤكد من اليوم سيبدأ العمل على راشد 2 مستكشف جديد لمحاولة جديدة للوصول إلى القمر. ختام النشرة، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة وفي أمان الله.